أثار وقوع الرئيس الأمريكي ترامب في خطأ في تدوينه وطلبه المساعدة من أبو الفيدا الناشط السعودي على سناب شات عبر إشارة إلى حسابه على تويتر بدلا من منظمة الغذاء الأمريكي FDA، مما حظى بالبعض بأن يدشن هاشتاغ أبو الفيدا على تويتر. فقد قام مساء اليوم الأحد الرئيس الأمريكي بكتابة معرف حساب تويتر للناشط السعودي أبو الفيدا FDA بدلا من كتابة FDA، وهي اختصار لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، حيث كان يطالب الرئيس المنظمة بالموافقة وإتمام عملية المصادقة على توفير المعدات الطبية المقترحة من عمدة ولاية أوهايو للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وبعدها أصبح المغردين السعوديين حديث اللحظة لديهم أبو الفيدا، حيث زاد عدد متابعين أبو الفيدا على حساب تويتر حتى اللحظة تجاوز 10,000 متابع، فيما لم تحذف التغريدة التي نشرها الرئيس الأمريكي كذلك حتى وقت إعداد هذا الخبر. يشار إلى أن أبو الفيدا ناشط سعودي ويسكن في السعودية في مدينة جدة، وقام بإنشاء حسابه على تويتر منذ عام 2012، وينشط أبو الفيدا على تطبيق سناب شات حيث يتابعه الكثير من المتابعين على سناب أبو الفيدا والغرامة، وهو ينشر فيه يومياته.